كنت غاوي وكنت ناوي تشوفوا تسمعوا عن الحكايه قربوا جربوا لو حكايه من حكايات ماما نونا دكتور سليم المخي. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده. النهارده جايبه لكم فيديو جديد، تعالوا بقى استمتعوا معايا في الفيديو. بس قبل ما نخش الفيديو ما تنسوش اللايك الشير سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد، واللي داخل قناتي لاول مره فعل الجرس واعمل الاشتراك علشان كل ما انزل حاجه جديده تشوفها. يلا يا حبايبي تعالوا اتفضلوا، حبايب نونا تعالوا اتفرجوا معايا على الفيديو وشوفوا احداث الفيديو ايه. ماشي، يا رب تستمتعوا. ان شاء الله. السلام عليكم يا حبايب قلبي، وحشتوني، عاملين ايه؟ انا كنت عملت معاكم جوله قبل كده عن هايبر ماركت لولو، عن البقالة والمنتجات والسلع المنزلية. النهاردة عاملة لكم برضو عنه، بس عن أدوات المطبخ، الأدوات المنزلية، الأشكال والأسعار، حاجات جميلة قوي بجد. لولو هايبر بتلاقي فيه كل حاجة، كل المنتجات اللي بتبقى محتاجاها كلها موجودة فيها. بص يا حبايبي دي حلل الضخم جميله جدا، بص المنظر. بساعات بقى يعني 10 لتر 15 كده، يعني تبع الاحتياج بتاعك. وده الترمس، اشكال جميله قوي، اشكال واسعار جميله بصراحه، اشكال جميله جدا، شيك جدا فعلا. والكاتل يا حبايبي اهو، مجموعه من الكاتل كتير اهو، برضو مجموعة من الكاتل والترمس اللي هو الأشكال تانية. بتلاقي فيه كل احتياجاتك، كل حاجة موجودة فيه بأشكال وبأنواع اللي انت عاوز، جميع الماركات موجودة فيه، حاجات جميلة جدا. استمتعوا يا حبايبي بالمشاهدة معايا. جميل جميل بما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميل يا حبايب قلبي، بص المنظر، اشكال حتى الالوان الوانه تحفه. وهنا القسم بتاع الكوبايات المجات والكاسات وشفاشق الميه دول. بصوا اطقم الشربات بالكوبايات بتاعتها وبولات الايس كريم. وهنا برضو البولات والادوات، كل المستلزمات اللي احنا بنحتاجها كلها موجودة هنا. وطقمة البايركس جميلة قوي، والصواني ديت جميلة قوي، الصينية ديت انا بحبها قوي تحت البيتزا. والطواجن دي يا حبايب قلبي، الطواجن دي جميلة، الطواجن والفخار اللي تحت دي والبولات دي بجد برضو تحفة، جميلة جميلة. والادوات الكريستال والمجات اللي هي شكل الفناجين والشكل العادي بتاعنا اللي احنا عارفينه، والبونبونيرات كذا شكل من البونبونيره اهو، والاطباق، اطباق الغرف واطباق التقديم، حتى السكريات موجوده، وطقم القهوه المغربي يا حبايب قلبي كل حاجه موجوده فيه، طقم اللبن، طقم الشاي. للناس بقى اللي هي يعني كيفة قهوة متوصيين بيهم جدا هنا في الهايبر. اشكال جميلة زي ما تختاري على ذوقك انت، تبع ما تحبي تاخدي. وبولات الايس كريم وبولات الرز بلبن برضو جميلة او يبقى فيها رز بلبن تحفة. وبجد الاطباق دي شيك شيك جدا. بصي يا حبايبي حتى انت تشوفي منظرهم لو ما فيهمش اكل يفتحوا النفس، لو فيهم شويه ملح صغيرين بيفتحوا النفس، منظرهم جميل قوي. الاطباق الصيني دول جمال قوي. وهنا طقم اللبن والبولات بتاعت الشوربه
او بتحت الرز بلبن طبعا، انت ما تحبي تعملي فيه زي ما تحبي، كله بيستعمل لكله يعني، ما فيش حاجه مخصصه لحاجه معينه. بصي يا حبايبي الشياكه، بصوا النظام، بصوا النظام والترتيب. اللولو هايبر ماركت دوت في جده، بصوا الشياكه. الورد اللي على الاطباق ده بارز، ما تحطي ايدك على حروفه كده، بارز ما شاء الله. اهو دي يا حبايبي الصواني والطاسات والصواني والقنايات. ما شاء الله بجد، حاجات جميلة وفخمة قوي، والأسعار على فكرة مرتاحة. حلل الضغط اللي احنا قلنا عليها قبل كده، المنظر ده يا حبيبتي موجود، كل حاجة موجودة جواه، كل حاجة، كل منتجات، كل الشركات موجودة جواه. الشركات الجميلة اللي هي بتعمل المنتج بتاعها كويس موجودة جواه. كل حاجة، كل متطلباتك هتلاقيها فيه. منتجات تيفال اهو، صواني وقنايات، حاجات جميلة فوق الخيال. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوف وشكم في خير في جولة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.